بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر إلى آخره. ونحن لا نزال في الحديث الأول، حديث أبي هريرة فيما ذكر محمد بن سيرين في قصة ذي اليدين. وقلنا بالأمس إن سجود السهو هو من خصائص هذه الأمة، وهو من فضل الله عز وجل أن من به على العبد المسلم حينما يقع عنده نقص في صلاته، فإن الله عز وجل شرع له سجود السهو ليكون جابرا لهذا النقص. ولهذا قلنا إن من حكمة سجود السهو كما ذكر العلم أنه رضا للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان، فهو رضا لله عز وجل لأنك تبتغي الكمال. الإنسان يريد ويجتهد في عبادته أن يؤديها على الوجه الأكمل، ولكن نظرا لما في الطبيعة البشرية من نقص ويحصل من خلل شرع الله له أن يجبره بسجود السهو. فالمسلم يأتي بسجود السهو يبتغي رضوان الله عز وجل، بمعنى يجتهد في أن تكون عبادته على أفضل وجه، كما أنه أيضا إرغام للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوسوس الإنسان ويدخل بينه وبين صلاته من أجل أن يشغله ومن أجل أن تكون عبادته ناقصة، وهو جبر للنقصان لأنه به تكمل الصلاة وبه تكون قد جبر ما حصل فيها من نقص بسبب ضعف الإنسان. كما أننا ذكرنا أيضا أن النسيان أول حتى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء يطرأ عليهم النسيان والسهو، ولكنهم يعني إذا حصل شيء فإن الوحي يسددهم، ولهذا ليس لأنهم معصومون. الأنبياء معصومون مع أنهم بشر، لاحظوا أنهم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالطبع البشري فيهم أنه ينسى، ولكن إذا نسي فإنه يسدده الوحي، ولهذا معصومون في البلاغ، وهذه قضية ينبغي أن تكون ماثلة في الذهن. الأنبياء معصومون
فيما يبلغون عن الله، فهم يبلغون دين الله كاملا لا نقص فيه، مع انهم بشر لكن بشريتهم الله عز وجل يسددها بالبيان والتسديد وجبران ما يحصل من خلل بشري. ولهذا الأنبياء يبلغون رسالات الله كاملة لا نقص فيها، وهم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، لكنهم بشر يطرأ عليه ما يطرأ على البشر. قلنا كذلك شرح بعض فقه الحديث حينما قال صلاة العشي، وقلنا إن العشي هو الظهر والعصر، وأن العشي هو من الزوال إلى الغروب، وكذلك أيضا تشبيك الأصابع، وكذلك أيضا في قوله وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وذكرنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه، فهم على أفضل وجه، ولهذا هم يعرفون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يهابونه ويحفظون منزلته عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى أبو بكر وعمر وهما الصاحبان الملازمان للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ومع هذا هيبته في صدورهم عظيمة، ولهذا لما حصل منه السهو هاب أن يكلماه، لأنهم يعرفان مقامه عليه الصلاة والسلام. وقلنا خرج سرعان القوم، وهم الذين عادة يخرجون أول الناس، نتيجة يعني بسبب أعمالهم ومهماتهم والدواعي التي تجعلهم حالما تنقضي الصلاة ينصرف إلى ما ينصرف إليه مما شغله، سواء كان بتجارة أو من مرض أو من هم إلى آخره أو حاجة أهله إليه ونحو ذلك. ولهذا سرعان الناس يخرجون، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد أدى الصلاة الفريضة كاملة. وكذلك إذا قلنا أن ذا اليدين، وأنه أيضا وأن حينما نعت بذي اليدين أنه لم يكن نعت انتقاص أو تعيير، لا، وإنما يعني نوع من التميز، وقلنا إن هذا لا مانع منه إذا كان لا 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 يقصد به التنقص أو التعيير أو السخرية أو الاستهزاء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين، ثم لما قالوا نعم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، لأنه سلم من ركعتين، والفريضة قالوا هي الظهر أو العصر، وقلنا عند مسلم هي في العصر، صلاة العصر، وصلاة العصر أربع، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى فسلم عن ركعتين، فلما أخبروه قام وأتى بالبقية، أتى بالركعتين، قال ثم رفع رأسه إلى آخره، ثم سلم وسجد بعد السلام، سجد بعد السلام. وسبب سجود السهو إما نقص وإما زيادة وإما شك، هذا هو سبب الباعث والذي يدعو المسلم لأن يقوم بسجدة أو يأتي بسجدتي السهو، لأنه إما أن يسلم عن نقص، وإما أن يسلم عن زيادة، وإما أن يكون عند تردد وشك. طبعا الزيادة كما لو قام إلى خامسة الظهر، قام خامسة أو سهى وأتى بسجدة ثالثة، أو في المغرب قام إلى رابعة، أو الفجر قام إلى ثالثة، هذه زيادة. أو نقص في الظهر مثلا جلس للتشهد الأخير في الثالثة فهو بقي عليه ركعة، أو في المغرب جلس في الثانية جلوسا نهائيا وهكذا، أو نسي سجدة مثلا، أو نسي جلوسا التشهد الأول مثلا كما سيأتي في الحديث أبي محينة عبد الله بن محينة، أو شك، بمعنى وهو في الصلاة حصل عنده تردد هل هو
يعني أو بعد ما قام هل أتى بالتشهد الأول ولا أتى به؟ هل هو يعني أتى بمعنى حصل شك لكن ليس جزما، يعني لأن لو جزما شيء آخر، لأن الإنسان لو قام إلى خامسة متعمدا بطل صلاته، لو قام متعمدا ذاكرا في صلاة الظهر إلى خامسة بطل صلاته، أو العصر أو العشاء بطل صلاته، أو قصر عمدا صلى العصر ثلاثا أو المغرب ركعتين متعمدا تبطل الصلاة. الكلام في النسيان، إذا نسي. فمثلا إذا أتى بخامسة ناسيا وذكر وهو قائم، ذكر وهو قائم أو شرع في الفاتحة فذكر، عليه أن يجلس حالا ولا يستمر ولا يكبر، يجلس حالا لأنها زائدة، ولا يكمل الفاتحة، يجلس على طول ولا يكبر، لأن تكبيرة الانتقال انتقلت من حينما كبر حينما رفع من السجود، يجلس حالا ثم يتشهد ثم يسجد سجود السهو. أما موضع سجود السهو فعند أبي حنيفة رحمه الله يكون بعد السلام في كل الأحوال، سواء كان عن نقص أو كان عن زيادة، وعند الشافعي رحمه الله يكون قبل السلام في كل الأحوال نقص أو زيادة، وعند أحمد ومالك إذا كان عن نقص يكون بعد السلام، وكان زيادة يكون قبل السلام، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص. على كل حال الأمر واسع، الأمر واسع سواء بعد أو قبل، والأولى أن يكون قبل. لماذا؟ حتى لا يرتبك الناس، لأنه إذا سلم ثم يأتي بسجد قد المسبوق سيقوم ويأتي بتكملة ما فاته الصلوات، والمسرع الناس يخرجون، ولهذا في جميع الأحوال الأولى أن يسجد قبل السلام، سواء كان سلم سواء كان عن نقص أو عن زيادة. والأمر الثاني هو أن الإمام يعني إذا سهى الإمام المأموم تابع له ولو لم يسهو، المأموم تابع للإمام ولو لم يسهو، فإذا سجد الإمام اسجد ولو كنت مسبوقا. إذا سجد لماذا؟ لأن حق المأموم أن يتابع إمامه، وصلاته تابعة لصلاة إمامه، وإن لم يحصل من المأمومين نسيان، فإذا سجد الإمام اسجدوا، ولو حصل للمأموم سهو في صلاته وهو مع الإمام ما يسجد، لأن الإمام يتحمل، الإمام يتحمل سهوه ما لم يكن مسبوقا، بمعنى أنت صليت أدركت مع الإمام في صلاة الظهر ركعتين وفاتك ركعتان الأوليان وقمت تقضي، حصل عندك نقص أو سهو في وأنت تقضي تسجد، لأنك انفصلت عن الإمام، الإمام سلم وانتهى، أنت الآن تقضي، فإذا حصل عندك نقص أو سهو تسجد، المسبوق إذا حصل عنده سهو يسجد، بينما الذي لم يفوته شيء من صلاته وصلى مع الإمام صلاة كاملة وسهى المأموم ما لا يسجد، لأن الإمام يتحمل سهوه. هذا فيما يتعلق بشيء من أحكام سجود السهو. أيضا من الفوائد الحديث أن الكلام في الصلاة لمصلحتها لا يضر، يعني تعرفوا حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام إلى الخشبة مغضبا كأنه مغضب شبك أصابعه إلى آخره، صار كلام
بين ذي اليدين وبين الرسول وبين أبي بكر وعمر وسأل الله. صار كذا كل هذا الكلام ما 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 لا يبطل الصلاة. صار في فاصل قد يأخذ دقائق متفاهم وتأكد، هذا كله لا يضر. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر الصلاة ولم يستعرف من جديد، وهذا يدل على أن الكلام في الصلاة لمصلحتها لا يضر، فيتكلم يحتاج يتكلم. والفاصل أيضا إذا طال ليس طويلا معقولا، بل حتى في حديث أبي طلحة ليس عندنا وليس هنا أن الرسول ذهب إلى بيته فقال أنك نسيت ركعة فرجع وأكمل. فالمقصود أنه إذا كان الفاصل قريبا فإنه يكمل، ولو قام ولو مشى ولو رحل الباب وصل باب المسجد يرجع ويكمل. هذه كلها لأنها الوقت قريب والأمر يتعلق ب يعني نفس لمصلحة الصلاة. وأيضا من فوائده أنك لو سهوت أكثر من سهو، سهوت في الركعة الأولى في الركعة الثانية والثالثة، لو سهوت أكثر مرة يكفيك سجدة ثانية. فسجود السهو لا يتعدد. إذا سجدت إذا سهوت نسيت مثلا تسجد الأولى أو في الثانية أيضا كذلك، أو الجلوس في السجدتين أو الجلوس والتشهد، لأن الجلوس والتشهد أمران، الجلوس نفسه والتشهد أيضا كذلك. فإذا تعدد السهو في الصلاة يكفيه سجدتان، يكفيه سجدتان. قلنا بالأمس أن بعض العلماء استدل بهذا على أنه الإمام يعني إذا سبح به ثقتان، يعني الرسول سأل لم يكتفي بكلام ذي اليدين وإنما سأل أبا بكر وعمر وأنه سأل بقية الصحابة، لكن قلنا أن في قصة أبي طلحة أنه اعتمد قوله مهما كان، بقدر يبدو أنه إذا حصل له يعني ثقة واطمئنان لمن أخبره فإنه يأخذ به. وأيضا قضية ثانية وهذه مهمة، الإمام إذا سبح به المأمومون وكان واثقا من كمال صلاته فإنه لا يلزم أن يتابعه ويستجيب. إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يسمع منهم. أما إذا كان لا جازم فإنه إذا سبح به ثقة فأكثر أو حتى واحد فإنه يأخذ به ثم يعني يأتي بما نقص. أما إذا كان لا جازم بأنه لم يعني عنده جزم في نفسه، طبعا جزمه قد يكون مخطئ، يعني لا يعني جزم صواب، لكن ما دام أنه جازم واثق أنه في ذهنه أو في جزمه أنه لم يحصل نقص استمر في قوله في حديث أبي هريرة قال فنبئت. القائل هذا هو ابن سيرين، محمد ابن سيرين قال فنبئت أن عمران الحسين قال ثم سلم. أما حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا طبعا في هذه الحالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الأول الظهر ناسيا. في هذه الحالة يقول العلماء إذا ذكر أثناء قيامه فليرجع، إذا استتم قائما لا يرجع، كره الرجوع.
وإن شرع في الفاتحة حرم الرجوع. لماذا؟ أولا التشهد الأول في المذهب عندنا واجب، وبعض العلماء عندنا أنه سنة، التشهد الأول سنة، وفي المذهب أنه واجب. فإذا من الركعة الثانية بعد ما سجد سجدتها الثانية نسي التشهد فنهض، إن كان ذكر قبل أن يستتم قائما فليرجع حتى سبحوا به سبحان الله سبحان الله يرجع، أما إذا استتم قائما حتى ولو سبحوا به لا يرجع. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. ليش؟ العلماء يقول لي لأنه حينما وقف دخل في الركن، ركن قيام الركعة الثالثة، ركن قيام الركعة الثالثة، ولا يترك ركن لواجب. وإذا شرع في الفاتحة دخل في الركن الثاني، فلا يترك ركنين من أجل واجب. هذا معنى كلام أهل العلم. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى عن التشهد الأول قاموا معه، فلما أتم الصلاة الرابعة قال وانتظر الناس تسليمه وظنوا يسلم، لا ما سلم، فوهو جالس سجد السجدتين وهما سجدتا السهو ثم سلم قبل أن يسلم ثم سلم. إذن هذا أيضا صورة من صور السهو، وهو أنه ترك التشهد الأول وسلم قبل سجد سجدتي السهو قبل السلام. من فوائد هذا الحديث أن من ترك التشهد الأول أنه يسجد يسجد سجدتي السهو. أيضا يفيد أن التشهد الأول ليس بركن، لو كان ركنا لوجب أن يرجع له، دل على أنه إما واجب أو سنة، إما واجب. الشارح قال الشارح يقول يدل على أنه سنة لأنه لم يرجع، والذين يقول أنه واجب يقول لا لم يرجع لأنه دخل في ركن ولا يترك ركن لواجب. ولو كان ركنا التشهد لو كان ركنا لما كفى فيه أن يجبر بسجود سهو، لأن الركن إذا فات لابد أن يجاب به، الركن إذا فات لابد أن يجاب به، لا يكفي لا يجبره سجود سهو وحده. وإن كان سيأتي بسجدته سهو لكن الركن لابد أن يجاب به، ما كان ركنا في الصلاة مثلا السجدة الثانية أو السجدة الأولى لو نسجت سجدة من الركعة لابد أن تأتي بها ولا يجبرها سجود السهو، لابد أن تأتي بها. ولهذا لاحظوا لو أنك ركعت الركعة الأولى ثم هويت للسجود وسجدت، سجدت السجدة الأولى ثم قمت نسيت السجدة الثانية، عليك أن ترجع ولو وقفت. إن لم ترجع أو هذا فإنها تبطل الركعة الأولى وتحل الثانية محلها، تحل الركعة الثانية محلها، لأن الركن لا يسقط، ما كان ركن الصلاة من القيام وقراءة الفاتحة على المذهب والسجدات والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير، هذه كلها عندها من أركان الصلاة، فهذه كلها أركان إذا لم يأتي بها المصلي لابد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها. أيضا من فوائد الحديث كما قلنا في الحديث السابق أن المأموم تابع لإمامه، فإذا قام الإمام من التشهد الأول تقوم معه،
ولو كنت تعلم أنه قد نسي ولا تجلس، لا تجلس تشهد الأول ما دام أن الإمام لم يجلس، ما يدل على أن المأموم تابع لإمامه. ولهذا في 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 بعض روايات هذا الحديث عند النسائي بن خزيمة في بعض الروايات قال فسبحوا به فمضى، بمعنى لم يستجب لهم، يعني حينما قام وسبحوا لم يستجب لهم، إذا كما قلنا دخل في الركن، استتم قائما وقد يكون شرع في الفاتحة. أيضا كما قلنا أيضا في الحديث السابق سهو الإمام لاحق للمأموم، بمعنى إذا سهى الإمام وسجد على المأموم أن يسجد وإن لم يسهو الإمام وإن لم يسهو المأموم، يعني أحيانا يسهو الإمام ما سهى ومع هذا يسجد تبعا لإمامه، فهم تركوا التشهد وهم طبعا يعلمون أنه متروك، فلما سجد سجدوا معه. أيضا حين قال وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، بمعنى أنه ليس هناك ذكر بعد سجدتين، لا تشهد ولا دعاء ولا غيره، بعد سجدة السهو يسلم مباشرة، يسلم مباشرة، ليس هناك تشهد وليس هناك ذكر ولا دعاء. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.